بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ المرابط محمد الخديم رئيس الجمعية الموريتانية للتأليف والنشر، أستاذ باحث ألف عدة كتب منها ما صدر ومنها ما هو تحت الطبع، زرناه في مكتبه ليكون لنا معه الحوار التالي. أستاذ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ، بداية، أين درستم؟ في المرحلة المحضرة الشنقيطية والمحضرة والمدرسة أيضا العصرية. أقول لي حالا مثل جميع أنا كيف تلامذة كيف الموريتاني كاملي كنا ندرسوا في المحضرة وفي المدرسة، المحضرة والمدرسة تزامن مع المدرسة، وبعدين ما حفظت القرآن لحد مرحلة في المحضرة، وبعدين درست مدرسة، درست الإعدادية والثانوية في زبالات في المواديب، وأخذت بكالوريا في المواديب، ومن ثم انتقلت إلى جامعة مكشوف، من ثم إلى دمشق. هذا هو باختصار. كملت الدراسة تقريبا في دمشق؟ تقريبا قدر من الدراسة عدلت في دمشق، ولو اني قاعد ياسر من التخصصات اللي ادرسها هناك عندي جانبين من الدراسه، فهم دراسه تخصصيه وفهم دراسه خاصه. الفرق الفرق طبعا فرق شام. الفرق نحن نريد ان نبين للمشاهد انه فرق شام بيدي فهم مثلا قالوا الكتابات اللي كتبت عنها الاعجاز العلمي في القران مثلا وفلسفة العلوم اللي كتبت فيها عقب ذاك. هذا تخصص ولا خاص؟ هذا خاص. هذا خاص. لأن التخصص أنا متخصص في مسائل تختلف عن ما أكتب فيه، وإن كانت لها علاقة به. لكن التخصص هو؟ لكن التخصص هو الإعجاز العلمي في القرن 30 يعني في هذا هو تخصص. هو قاعد ما فهم تخصص كبار. بيلي أنا في كنت في اتحاد الكتاب العربي في دمشق، وكنت محقق باحث في عدة دور نشر، وفي نفس الوقت كنت أعمل بعض الأكاديميات، كان عندي معهم بعض الأعمال، لكن التأليف والكتابة بداية انطلقت من موريتانيا. لكن معظم مؤلفاتك لها علاقة بالمحضرة، وأنت لم تدرس محضريا، مثلا ما دخلت المحضرة الموريتانية مفهومه الواسع، كيف تنقلت على ظهور العيسي كما هو موضوع برنامجنا وهو عنوان برنامجنا، تنقلت من محضرة إلى محضرة، مثلا استهوتك المحضرة الموريتانية حتى أجريت حولها دراسات؟ لا، أولا الدراسات اللي كنت نعد اللي هو أول كتاب اللي حصلت به على جائزة شنقيط اللي هو معرفة الله، هذا يتناول عقيدة المعتقد، والمعتقد لابد من تخرص جميع المعتقد، يعني ذاك اللي يدور حول فلكك أنت على كل حال أنت جزء من هذا المجتمع، وبالتالي ذاك اللي يهم المجتمع لابد أن تدرسه، وبالتالي طرقت من هنا طرقت جانب المحضرة وخرصت جوانبها كاملة، جوانب العقدية وذاك اللي كامل في العقيدة وعلى كل حال وكتبت عنه وإن كنت لما توسع فيه. بينما كان اللي هو الكتاب هذا كان عبارة عن الأسئلة التي ترد على أي طالب سواء كان محضري أو نظامي، يعني ما هذا الكون، من أين جئنا وإلى أين وصلنا. من خلال بحثكم أستاذ تطلعتم على المحضرة أكثر، كيف تقيمون المحضرة تقديما وحديثا، خصوصا لكم مؤلفا لا يبتعد عن هذا المجال، مثلا ثقافة التحصيل بين الشناقة الأولى والشناقة الثانية. أنا أرى أن المحضرة الماضية المحضرة السابق تختلف عن المحضرة الآن، لأن يعني المحضرة السابق حكما كانت تحصيل بكل معنى الكلمة،
وإن كانت فيه الكثير من العلوم، العلوم اللي على كل حال تحتاج المراجعة، يعني تحتاج المراجعة حتى يكون الطالب، يعني الطالب النظامي عنده ملم، يعني الطالب المحضر يعود ملم بالمفاهيم الموجودة في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت هم اللي عنده إلمام بما يدرس، معتقد ما يدرس عقديا في المحضر. ومثلا انتظرك عندك مثلا تقول تم ياسر المسائل، تحاول محضرة منها تجيب عليها، من الفرق بين الشاعر والمطردية، وفرق بين المعتزلة والمرتدية، وفرق بين القدم والحدود إلى آخره. هذه أمور لم يعد في الوقت الحالي، لم يعد العقل في الوقت الحالي يجيب عليها، بل أن هناك ما يقال فيه نظريات لم تعد لها وجود، ونشأت نظريات جديدة يجب الجواب عنها. إحنا الآن إحنا الآن نتكلم عن نظرية نسل الارتقاء، نظرية طبعا نظرية داروين، نتكلم عن العلاقة بين المادة والطاقة، نتكلم عن البعد الرابع. هذه مواضيع جديدة، هذه محضرة لم تتعرض لمضامينها ابدا، والعالم بدأ الآن، وهذا هو الخطورة تكمن في هذا، لأن يعني الشباب اليوم، الشباب اليوم حد يخلص أكثرية المواضيع اللي في التواصل الاجتماعي يرى بأن فهم نوع من الضياع. أنا كتبت سلسلة مقالات، وهي المقالات كلها ممكن تنجبر في هذا دين الفترة، كتاب دين الفترة، هي عبارة عن سلسلة مقالات، منها الملاحد الجدد بين الجهل والضياع. قرأته في إحدى الصحف. هذه كانت تقريبا 50 حلقة كنت أحاول، يعني كنت أنا أولا درست، كتبت كل ما ينشر، وحاولت بني استقرا افكار يعني طالب النظام واللي يكتب في التواصل الاجتماعي، وجدت من اكثريه هؤلاء الائمه هناك ضياع، يعني عن جهل، وهناك ملي عن معرفه، يعني جهل وعن معرفه، يعني معرفه غير غير منظمه. معناها مثلا واحدين منهم يقبضوا كتب ظهرت في الخمسينات، وهي الكتب غير أمينة، كانت تعرف زمن الخمسينات زمن الحاد، وزمن زمن الضعف أنذاك، والناس زمن المشايخ كانوا يقربوا الأمور العقدية للطالب النظامي، كان عندهم نوع من موازاة مع الفكر اللي موجود أنذاك. ونشأت عن ذلك حركة خطيرة، تقبل مثلا الكتب اللي منشورة الكتب، وتقبل من هذاك اللي يرضاها وتحذف، يعني هناك حذف المسائل حتى بأنها عدم أمانة، في الأخ، حتى بأنها تقبل مثلا تقبل ياسر من 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 السيارة، يعني كتب السيارة الموثوقة والمعتمدة، تخضعها للنظريات العلمية المحضة، ولما تخضع النظريات العلمية المحضة تقتطع منها، يعني تتصرف فيها تصرف في النص بدون أن تحيل، مثلا أسد القاب، ومثلا الكتب اللي ما تحيل لها. أقول لك مثلا أنا كنت في الجزائر أيام زمان، هذه قضية الخياطير، هذه قضية موسي، وجاتني مقال، أرسل البعض مقال أنا رد عليه، أنا كنت هناك ضيف على معرض الجزائر الكتاب، كنت ضيف عليه، مشاو لي واحد أنا رد على المقال. لما وجدت المقال، وجدت المقال يعني ليس صالح، أولا ليس صالح النشر، ثانيا فيه اقتطاع، يعني فيه أمور أنا بعد ذلك بينتها وكتبت فيها مقالات رديت عليها، لأن مثلا هو السياق العام ما يتكلم فيه، ويقتطع ويقبل من هذه المدرسة اللي قلت لك اللي ظهرت في الخمسينات، اللي ملحدة حداتهم وجاهلة في نفس الوقت،
وبالتالي ياخذ من هنا ومن هناك وياخذ من مسائل على كل حال اكثر. انا اطلعت على المقال اعتقد اني كنت وبالتالي هو عن بني لكن هذا بقال خطأ الخطوره تكمن للناس اللي ركب المقال. هو المخاطر لم يركبوا قدر من الناس على كل حال على التعيين، وبالتالي اصبح المقال خليك في يدك. هاي واحده. الثانيه قضيه الواحد ثاني يكتب على في الفيسبوك، واحد قال انه الشيخ محمد مالك بن براء هذا اللي كتب في الفيسبوك اللي عقب تناقل من سيد الام غير مهم، لا طنط لا نشرا ولا مضمون، يعني سخيف الى صحفي. وبالتالي هذا النوع اللي مجعوز النوع من مسائل الناس اللي ضد الاسلام، وبالتالي تعرف تنشر امور منها مساله مهمه وهي في نفس الوقت انت تتخرص. اذا هون ياك ما نبتعد عن المحضره، ترى انت استاذ لان المحضره رسخت وهيشت والله مثلا وجدت انفصام، والله كانت مهمه جدا وجودها، والله حافظت على قيم المجتمع، والله شنو مثلا المحضره والله شو ينبغي ان تعدل؟ المحضره كانت هي صمام الامان بالنسبه اللي قالوا الطالب الطالب ما دام في الباديه. يقال الطالب المحضري لين يجي يمشي من الباديه هو ذكي، يعني الطالب المحضري حتى حفظ القران على كل حال اصبح عنده مستوى عالي. لما ياتي هو كان عنده اسئله في المحضره، اسئله عن الوجود ولا قيمه، ويجي يصطدم بالاسئله اللي كنت تقول لك هذه يخرج عنده انفصام هو ما عنده ارضيه يقف عليها. والاخطر من هذا كامل بانه لين يمشي مثلا يكبر بكر اليوم يقيس دائما هم يمتنحوا هذا يمتنحوا لجراند زيكول يمشوا الاكاديميات الكبرى في فرنسا وروسيا. هذا الطالب محضري مازال ما سلح. وبالتالي تراه يلجا الى امور شرب الخمر ناس مسائل هو ما قرض بها، قرض بها يهرب عن الكلاسيكيه التي ترد اليه، لكن سرعان ما يتكيف مع الامور وبالتالي يرجع البلو. اذا انت ايش تنصح به الطالب المحضري الذي كان يتنقل ولا زال في محاضره في اماكن نائيه من المدينه واخذ منها معارف في المجال الاسلامي في المجال اللغوي في المجال القران وعلومه وجاء الى المدينه مثلا، بما تنصح؟ انا اقول لهذا الطالب المحضري ان هذا هو الاصل، يعني الاصل هو المهم الكامل. انا بحوث اللي عملت يعني كل بحث استغرق يعني 4 سنوات 5 سنوات وجدت من رجعت الى المربع الاول يعني الى القران والسنه. واضرب لك مثل في عراقي مثلا، عراقي هذا راح درس في كان في العراق ودرس هو ذكي يعني وشاف واحد من البريطانيين وارسلوا الى بريطانيا لكامبريدج مدرسة إكسفورد في بريطانيا، وهو تشا مدة من الزمن دائما هو يطرح سؤال ماذا بعد؟ ماذا بعد طبعا. وبالتالي لينوفا من إكسفورد مشات إكسفورد لأمريكا، هو طالب متميز أصبح هارفارد وهو تمدو قال ماذا بعد؟ ولكن مرة ينهي كلما وصل مرحلة يسأل ماذا بعد تلك المرحلة. بعدين مشاوه الجامعة ما هي معروفة، جامعة خاصة بالعباقرة يعني لا استاذ واستاذ يعني استاذ وبالتالي فوت فيها مده من الزمن وقال ماذا بعد؟ خارجه مره ماشيته وقايس دار تم منين هو في الطريق شاف مسيد، هو مسيد الاذان قال مجرب مسيد وقال الان سنجرب مسيد. دخل المسيد قام واستهوته الطالب اللي حاضر يحاضر على وجد تذكره بس لا تذكره اللي عدلوه الكثير من الناس الدعاة في المساجد نابر عظيمه نابر تو زين عنده اللي يقول ورجع اللي نرجع سول ماذا بعد؟ سأله عن الشاب اللي موجود اللي كان هم قالوا الشاب ذاك مشى، لكن هون واحدين خارجين هم هنود وباكستاني، في واحد من هندي رئيس جامعة الطب مثلا، واحد رئيس كلية الهندسة، واحد رئيس كلية الرياضيات إلى آخره. هذو سووا لهم ثم قالوا مش تعدلهم بس قالوا احنا خارجين، قال لهم خارجين ليش؟ قال لهم احنا
هذا خارج في سبيل الله. التداوي شرحوا له كيف ما تشرحوا. قال لهم انا قال لهم استغرب، قام هو ولين راجع نفسه قال بالما ما خال ذم العقول اللي موجوده ماشي سنه خارج في سبيل الله، ما قدرت تعود ماشي ابدا، ما تقدر تستمع. قال لهم الحقيقه هو اللي بود للحقيقه. انا قال دائما ماذا بعد، قالوا الحقيقه خليت فرق سعود العراق مثل البطل كيف نقول لك بطل قضيت المحاضره. قالوا الحقيقه خليت شعور العراق رجع هو. قالوا الحقيقه في القران والسنه، لان هذا كلام الله وحيان. قريب الامر بانه الرجل رجع، وكانت المعجزة بأنه استطاع بأنه يتخلص من المخابرات الأمريكية والبريطانية، وبالتالي رجع للعراق وحفظ القرآن ومتون كلها يعني في ست أشهر، وصار من كبار الدعاة. هذا ينطبق علينا نحن مثلا. أنت مثلا تمشي تدرس، أنا مثلا الكتاب الأول معرفة الله دلائل الحقيقة القرآنية الكونية، وصلت إلى أن على كل حال من خلال البحث على كل حال بالدلائل العقلية ونقلية على لسنة الخلائق ولسنة الدلائل ولسنة الخلائق على وجود الله تبارك وتعالى، لكن وقفت عند هذا الحد. الكتاب الثاني اللي هو دين الفطرة، هذا حاولت بأنه وين هو دين يوافق الفطرة. بعد بحث طويل استغرق 4 سنوات بحث فيزيائي رياضي لغوي فلسفي، وجدت بأنه هو الدين الإسلامي. لكن الدين الإسلامي بعد 400 صفحة، الكتاب هذا 400 صفحة تقريبا، وجدت هو الدين الإسلامي. لكن الدين الإسلامي لازم لك تعطي يعني تعطي البراهين اللي تثبت من الدين الإسلامي هو كلام معناها بأن يقر. احنا انا مثلا اللي ألفت في هذا المجال يدينا رجع المحضرة نتمونك يعني ترتاح، نرتاح أكثر يعني. أصبح القرآن بالنسبة لي ضرورة أصبح ما هو تقليد، لا أصبح القرآن ضرورة، أصبحت استمع القرآن، أصبحت أتمعن ودقيق وأفهم القرآن، وفي نفس الوقت أصار القرآن معناها بالحرف الواحد. أنت تدرس تقول المحضرة، والله معظم من خرجت المحضرة دائب على هذا بالفطرة، وجدنا آباءنا على أمتنا وهنا على آثارهم مكتوبون. في حين أن يدين يطلع حد ويبحث أكثر يجبر لأنها ضرورة لا بد منها. هذا هو اللي دور من العالم كامل إلى ود الحقيقة. مثلا أنت تخلص كتاب خلاص من هنا، هذا الجواب على ذلك السيدة اللي شفت. ما الغاية من هذا الوجود؟ من أين شئنا وإلى أين المصير؟ لماذا نشتغل بالعيش ونخوض غمار الحياة؟ لعلها أسئلة وجدتها ضمن كتاب للعبادة في الإسلام للقرضاوي، هذا يوسف القرضاوي. من أين شئنا وإلى أين نسير؟ من ضمن أسئلة أنا لم أطلع على الكتاب. أنا الكتاب هذا له قصة أخرى أيضا سنتطرق إليها. إذا هذه الفكرة عن المحضرة، ترى أن مثلا من طور فكره سيجد أن المحضرة ضرورة. وكيف استطاع أن يجعل هذه المحضرة تعيش هذه الفكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سوق هذا الفكرة للمحضرة حتى تدرسه قبل أن يرجع الطالب في المحضرة إلى الغير ثم يعود مقتنعا، يقتنع وهو لا يزال في المحضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال وجيه فعلا. أنا شفت عدلوا محاضر نموذجية، لكن أنا هذا المحاضر النموذجية اللي أنت خلص العلوم اللي تدرس هو المهم كامل المقررات، حتى المقررات قاعد في المقررات في الثانوية وفي الابتدائية. وإحنا تعليم نظرك متراهي لا أقصى حد، وأخطر شيء ذي المرحلة الابتدائية واحد الأساسي فقط، لأن دي يصير مثلا إحنا ليش يخلي لا يقيس تقبله سكينته والله مربية، ويقيس عاقل المربي له يقيس حديقة أطفال، وبعد أطفال له يقيس المدرسة. المدرسة هم أهله ما هم صايبينها لأنه يعلموها أبدا، ما هم صايبينه، هو الله يتعلم ذاك اللي في المدرسة، والعقيدة والمعتقد هو أهم شيء، معتقد هو كل شيء يعني. ذاك الله يجبر ذيك الحصيلة اللي الله يجبر لشيء، وذاك الله يجبر في سيرته في الابتدائي. متى تخلص مثلا؟ ما كانوا عندهم سولت مرة حمدا ولت
قلت له كان مدرك انا مقطع عاد فهمت اياه مشروع مشترك بين 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 الاساتذه جميع تخصصات التربيه الاسلاميه والفلسفه والباقيات مؤلفين مع التربوي بالمناسبه مع التربوي هذا كان يصدر كتب مهمه لكن خلاص الله انا اعرف منابع التربيه الاسلاميه مثلا وخلاص حمدا قررها ولا يزال مدير وهو التربوي اصبح الان خلاص ما عاد يجيش مع انه فيه مطبع اكبر مطبعه في غرب افريقيا المطبعه اللي موجوده معه لكن حتى الان اللي ما زالت ما تطبع شيء والنخب اللي كانت في المعهد التربوي قاس مشوه صور هذا مشوه عدلوها مفتشين هاي نخب يا اخي ما يلطر جاجي يفرط فيها وهون رواية غريبة المجتمع الموريتاني هذا لا ذلين قالوا ذلين قال المعلم والأستاذ الدولة دائما يرثى تم دائما دل يبيهم ما يتوز يرثى بعد هي قال تم هي أولا هو هم هذا هم اللي عليهم علم المدار المدار تكوين العقول تكوين العقول لا من هذا هو الاستثمار في البشر هذا 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 العالم الثالث ما يدركه لا يستثمر في البشر فهمت أنا أرى أنا أنصح من هذا المنبر منبركم من موريتانيا تتوجه ذلين قالوا سوريا تستفاد من عقول السوريين. وين السوريين؟ موجود لا هناك آلاف من العقول ما زالت موجودة معي بوقت الحالي. أي لا يتبادل أنت. هم هذا العقول ما استطاعوا أنهم يجنبوا بلدهم. هذيك رواية ثانية. إحنا آلام. أتكلم على التعليم السوري والطب في سوريا. موريتانيا تستفاد منه بوقت الحالي. فهمت؟ هذا هو ياسم العقول يا غالي اللي نتكلم هون عن المشاهد ذاك اللي تقول انه يا رجل سوريا يقول انا هذا كنوع من المستحيل بيدي يرى سوريا باكملها دمرت اذا كان هذا قديما اوكي ده. انا ما اريد انا عايز ادرك اي العقول الموجوده في سوريا تقبلها موريتان اولا اولا قال اولا تستجلبها اولا رواتب نقول لك راتبها لا يعود قليل ما هو لاحق تلوت قاعد لحد من يأويها من يأويها وهذه عقول غريبة الناس طبروا يا أخي ترى لماذا تدمر سوريا إذاك سؤال سياسي ما أسأل نتكلم سنتركه للسياسة المهم من العقول المدبرة لا زالت موجودة بإمكان الدول أن تستفيدها لتستفيد من خبراتها في التعليم تعليم والصحة التعليم والصحة والتصنيع ياخذ الناس التعليم التعليم المتراهل من احنا تعليمنا متراهل أقصى حد تمام ما في مناهج ما في شيء ايوا زين شيخ خلينا نقسم لكم جانب آخر المؤلفات انا لدي امامي كتاب الان امامي كتاب دين الفطرة استنطاق الرياضيات والفيزياء بلغة انسانية هذا الكتاب مثلا حينما اقول دين الفطرة قد يفهمه المشاهد اللي نقول استنطاق الرياضيات والفيزياء بلغة إنسانية دوركم تعلقوا لي على هذا احنا هون استنطقنا الرياضيات والفيزياء بلغة اللغة الإنسانية هون الأدبية اللغة لا العربية اللغة الإنسانية هاي أقول العربية اللغة العربية غريب الأمر اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي يمكن تستنطق بها العلوم في الرياضيات والفيزياء في اللي مثلا هي اللغة الوحيدة اللي عندها ظهر وبطن لأنك أنت مثلاً لا نقبل أي فعل هنا مثلاً رد ودرة والله شك وكش رد ودرة رد أنا قاعد أقول له ثلاثي ما خرج فعل ثنائي بهدي تضعيف إيه ثلاثي يعني رد مثلاً ودرة درة درع يعني اللبن مش درة درة اللبن ورد تلأ الضرع لبن ورد اللبن معناه ورجع هناك حركة يعني حركة صاعدة نازلة هاي الحركة نازلة رد ناقص درة تساوي صفر يعني هون الصفر هون التوازن يقير هذه المعادلة رد فعل ثلاثي ودرة فعل ثلاثي يقير كلهم عنده معنى بينما اللغات الأخرى ما يخلق فيها آي إكس مو آي إكس يتقال أزر ويقير آي إكس ما عنده معنى وبالتالي احنا استنطقت رياضيا وحتى فيزيائيا احد اللي انت طلع عليه تجبر ان شاء الله العظيم انا على كل حال مهم ممتن لكم من هذا المنبر ان الاستاذ اهداني هذا الكتاب وهو هديه كبيره جدا هذا استنطقتها وحاولت بني من جميع الديانات والفلسفات من وجود الانسان على وجه الارض اللي قطع بدر إنسان كامل بدون وجود إلى وجه الأرض اليوم من هذا ناقشته بالطريقة العلمية وبالطريقة النقلية
ومن خلالها جميع وادخل في اصل الامور. وهنا اقول على كل حال انا انتهج دائما الطريقه العلميه بغض النظر عن المسائل ولو كانوا ديانات اخرى. تكون تخصص ادبي اصلا ولا علمي؟ ادبي انا علمي اصلا قال ادبي علمي باطل لكن انا تجرت من ياس من الامور. ولو ان الديانات الاخرى كانت توافق الفطره على كل حال لبينتها. لكن جميع الديانات سواء كانت ديانات السماوية المسيحية واليهودية والآخرية حتى الفلسفات الأخرى الكونفوشيوسية والهندوسية وغيرها حتى الإلحاد تطرقت له نظريات إنجلو ودرار ستالين وغيرهم ونظرية داروين جميع ذلين قالوا جميع ذلين قالوا الفكر البشري قديمه وحديثه حاولت وتناولته وجدت أن الدين الإسلامي هو دين الفطرة وهو الآن من هذا المنبر أقول أني أرحب أي دراسة يعني يمكن أن تناقض هذا. وجدت دراسة مقنعة على كل حال ممكن أستاذنا وضيفنا هو أيضا حصل على جائزة الشنقيط في نسخة الثانية في مجال الدراسات الإسلامية تحت عنوان معرفة الله دلائل حقائق القرآن الكوني. معرفة الله دلائل هذا كان خلاصة لماذا؟ خلاصة اللي هم كانت منهم اللجنة هذه اللجنة تقدير لجودة هذا الكتاب وحداثة موضوعه في محاولة جادة للربط بين الحقائق الكونية وبعض النصوص القرآنية. هذا مهلا دراسة علمية طيبة. إذا شيخ انتم لكم أيضا مؤلفاتهم أخرى منها ما هو تحت الطبع مثلا وضح أصول مفترين على الرسول صلى الله عليه وسلم مفترين على الرسول هذا الكتاب هذه كله كتب يعني هنا عشرات الكتب هون في وضح أصول مفترين على الرسول هذا فيه رد على أصول سواء كانت هو الفكرة جاءت بعد الرسوم المسيح ورجعت للأصل قاع في الافتراء على الرسول منذ أن منذ أن ولد الرسول أو منذ أن أرسل منذ أن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أخذت من ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالتي واللي قطن قال فيها كامل من المفترين على الرسول. هذا ضمن الكتاب هذا اللي حصلت لا ضمن هذا الكتاب اللي لا زال تحت الطبع حصول مفترين على الرسول ورجعت الأصول رجعت لماذا هما افتروا على الرسول والقرابة في الأمر أنه جميع اللي وجدت من لا افتنت من اللي تكلموا عليه لا العرب ولا غيرهم ولا الغرب ما فيهم واحد افترى عليه أنه كاذب أبدا. حتى أنا قاعد شفت مايكل هذا مؤلف هذا 100 شخصية أعظم 100 شخصية قضاء 20 سنة تأثير. هو يعترف أن أعظم شخصية وليس كذبا. هو قريب الأمر ما هو ذاك قريب الأمر بأنه الكتاب انطبع 40 مرة وكل مرة يدير الرسول والأول 40 مرة وترجم بتقريبا لا أقل مذكور عندنا 40 أو 50 لغة ودائما الرسول هو الأول. هو قريب الأمر هذا قريب هذا راجل هذا منادو قس هذا ولم يسلم هو اسمه موريس بكاين نفس الشيء بس بكاين لا نفس لا لكن ذلك أسلم وغيرهم كثير من الناس اللي على كل حال شهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شفت الأمور هذه شفت هذا هذه الأمور مشكلة ما رضي تالي لا قضاء الناس يقبلك هو أكثرية السياسة أكثرية عدوا ما تي واحد من الناس من الزوات أنت عارف المسيحي يارك اللي ضيع أكثر إلا الكنيسة وياسر من بيلي هي مثلا الكنيسة مثلا أنت عارف المسيحي الأرثوذكس والكاثوليك البروتستانت وهم أصلاً اللي الأناجيل اللي قالوا بالمثقى اللي هي مرقس ومتى ويوحنا وبولس وبولس هذا هو اللي ضيع الدنيا. بولس ما هم بولس أصلاً هم مقدسين ورق غير بولس هو اللي ضيع المسيحية ويقولوا هجعهم. عندكم أيضاً جذور الغلو والتطرف في موريتانيا هو
تحت الطابع مشترك مع تغار مشترك. شنو معنى مثل هذا التأليف المشترك؟ ما هو ما كان مألوف عند المهون في البلد؟ لا لا ما كان مألوف. ما كان يعني مثلا أنا لقى شيء أخذه مؤلفة لنفسي فيؤلفه، لكن أن يكون مشتركا. أنا اشتركت معه سنتطرق إلى اشتراك مع الشيخ حمد. أنا اشتركت معه واحد الله اشتركت معه كتابه كتاب هذا جذور التطرف، خرصنا اللي قط نكتب كاملة عن اللي قال التطرف. بحثتوا معا؟ بحثنا معا. ذاك اللي قط قال لي توصلوا الخلاصة واتفاقكم حول فكرة معينة هو اللي يدون. ذاك هو النعد، هذا هو معنى، هذا هو النعد. بنا جذور اللي قط أنثارهم وله شوي الغلو والتطرف. الغلو والتطرف حديثا أو قديما؟ حد قديما لا قديما وجدتم قديما؟ طبعا قديما كان فيه أيضا كتاب تائه يبحث. هذا الكتاب هو مشترك بين الأستاذ مرابط الخديم مع الشيخ العدامة حمد الولتاه. عما يبحث هذا التائه؟ احنا حمدا حاولت اولا، هذه الفكره كانت عندي زمن محمد سالم العدود رحمه الله عليه، الله يعني. لكن ما كان لي شرف الحقيقه، كنت اصلا دائما كنت في الشام، لان يجي هون قال لي بن محمد سالم العدود ما هو بالمشوار لام القرى، ولين هو اللي جانا هون يعود هون، لا لين يجي هو تقيبان خلق مره كتاب دين فتره اعتمدته ست محاضرات. هو الكتاب فيه في محاضرات باطهم البوطي زماني في الشام، محمد سعيد رمضان البوطي دور تعرفه، بات محاضرات وبات له فكر جديد، وحتى بني بات له فكر جديد. واحد قال محمد عنبر طورت وانا شوي في دين فترة. لين جيت لمحمد سعيد العدود سولت عنه، وتعرف اكتب جيت وانا وافراد معي شخصين الاخر خلي دخلنا عليه، قلت له بني انا نالف اعتمدت ست محاضرات متفرقه. وقال قلت له تعرف يقول له قال الشاطبي والله ما يأصل قال له محاضرات. قلت له انا نختار الشاطبي موافقاته كان الاول والله الثاني، قلت له انا اصل ونختار اللي انا ودنا ندير لي حاله. قال لي انا ما نكتب، هي ما نكتب خطيره، بعض يفهمها وهي خطيره هو ما يكتب، وهذه الخطأ. هذا هون لين نقول هون مسألة من بركم بين الدول مقصرة في المجال. الحمد لله إحنا نظرك الكتاب هذا بقى في الطالب مستشار كان ما هو صحيح. الله. ومحمد سالم العدود مشي وخل ما خل الكتب كان يرت يعودهم مثلا البوطي، محمد سعد رمضان البوطي فهم عشرات الباحثين والأساتذة، ولين توفى هو بقاوه هو معاق. إحنا ذاك ما هو عندنا. محمد سالم العدود لو كان هون قدر من التلاميذ كانوا معاه عايشين معاه وتوليت بدوله قضاياهم كامله اللي كان محمد ما تعود ما عاد خسرنا محمد سالم العدود. نعود ما خسرناه بهم اللي فهم علماء بقوا عاقبوا. ومحمد الولتاه نفس الشيء مالي اصفر ضعيف، وعبد الله البيه هذو انت خلاص تركتهم اللي ما فهم تركتهم ما فهم حد كيفهم ولا حتى محمد طالب بالي بهم اللي كلهم يتخصص تخصص بعيد عن اللي كان عنده. قال لي لين قال لي انا ما قلت وانا لا الاصل قال لي قلت له نختار عود كاتبكم قال لي ما نختار تعبكم. قلت وانا قلت هذا ما هو تكليف تشريف وله لي عقب عقب يردهم انا قلت له دائما يجي ما نجبره. قلت له فرصه لامتصاص وعدلت اخترت ما يفوتني الشيخ حمد وزي طرحت عليه الفكره تبني على قد لي حالا نختار نعود نشترك نعود معتمد على عالم مخضرم يعرف فكر المجتمع ونعود انا اللي عند ذاك الفكر اللي النظامي اللي عند المؤلفات المعدل يعود فهم الطالب المحضري والطالب النظامي يعود عندهم جسور مشتركه بيناتهم يعود فهم نقاط التقاء. قال لي والله هذا الكتاب ينطلق من الباديه والمحضره كيف سولت عن الباديه والمحضره ذاك كانوا يقرا في المحضره كامل ذاك التائه جبر نفسه ذيك المحضره والقصر ويمشي قايس البادية بعض قايس الدشرة وجد الدشرة وحامل أفكاره اللي فهم ومن دراء كانوا تكيف في الدشرة ويرجع البادية عراقل تكيف وعوت وعوت وصعب بيقول لي احنا نمشي ونمشي ما زلنا حتى ما زلنا مواصلين فيه. هو تعرف تقريبا متى ست يرى النور تقريباً. هو كان يرى النور سابق احنا كنت ندور كان يوفى في رمضان و
عدوا حلقات كيف اللي عدل دائما يقال به برض حمدا دائما مسكين ما مصحى وبالتالي والقريب والقريب له مره هون مثلا اللي نقول لك من كتبي هذه معرفه الله وهذا كل مره يجي واحد رجل اعمال يعني محسنين ما يختاروا يذكروا على كل حال يتمناوا طبعا الله يجزيك كلهم يجي ويطبع تعرف تباحت ما عندك عندك امكانيات وانا اراه ونقول من المنبر من يالت الناس اللي اهلها علماء واللي عندها الامكانيات الكبيره بدها يالت تحيي اللي عاد تبقى الفضل دور تجبرها وتحيي ابائها اللي واحد منهم بوت انت عارف ذي المنطقه هم في واحد قط سل قاموس المحيط هذا اللي بعثرت له سلاه بعشرين بعير أكيد 20 بعير والسيد عبد الله الحاج إبراهيم عنده أعطاها له ملك مصر لين خاضع لليبيا وشر الحطاب لين سولوا قالهم جعلته حطابا سلاح بخيل عتيقة أصلا يجيش لها الجيوش كان قاعد يكثر صوت وكان واحد منهم يبات في الخلل هؤلاء العلماء الأجداد اللي درك يتسبوا لهم ياسم الخرحون وهم منهم براء أنا بالنسبة لي بعد براء ذيك بالنسبة لي بن رقاز كأبوه ولا جده مات خلى وراه ياسر المؤلفات وتوكل للرجل وهو ترى يترك ولا المؤلف هو اللي يترك انت ترجع عندك امكان عندك الكمبيوتر عندك انترنت وعندك ياسر عندك الكتب وعندك الوسائل كاملة ومعها تتعب وتشقى تتعب يعني فالأحرى خلص لواحد في الخلوات ما عنده يمشي يقبل قادي ناره ويمشي يبيع اللي عنده يكانوا يشتري طاقه يكانوا يشتري طاقه ويكانوا يؤلف وليه يؤلف يخلي مخطوط يمشي واراهم وخالق روايه خطيره ذوك الناس اللي خالق قال له مشروع الكتاب قطع عدل هون موريتان لا باطل لا تعريش ذوك الكالو ولا العرب يا الله استعان ذاك مستعان على كل حال ما نتكلم بن هذا اللي قال الكتاب عمر ثاني للانسان ورقاز كامل بار والده والله يا خير الله ما ينسب له انا بعد بالنسبه لي حد ينسب له ما بدل ما يشتري فيويت والله يشتري سياره رباعيه الدفع ب 10 ملايين يدير مليون واحد والله مليونين في كتاب لا يصبر الفضل وفي نفس الوقت يحيي والده من جديد بلد والله كان بودنا لو تحدثنا عن مسائل التأليف والنشر بواسطكم رئيسا لهذه الجمعية لكن الوقت أدركنا إلى هذا الحد مشاهدينا لبعض منهم معكم هذا اللقاء الذي يشكرهم باسمكم في نهايته فضيلة الأستاذ المرابط الخديم والشكر موصول للزملاء الذين أشرفوا معي على هذه الحلقة إلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ooh.